صباح الخير، كل سنة وكلكم طيبين. طبعا كلكم على دراية بما حدث في الظروف المناخية والمشاكل الحالية، وبالتالي اضطرت الكلية أن تجعل المحاضرات على الأونلاين عشان أنتوا ما تتعطلوش، وإن شاء الله هيكون الشرح كامل ومفيد ومش هيكون في أي عوائق في المستقبل. أنا الدكتورة سلوى رشدي، أستاذ القلب في اسم القلب كلية الطب جامعة أسيوط، وأنا المحاضرة بتاعتي عن الأكيوت كورونري سيندروم اللي هو تابع للإسكيميك هار ديزيز. عشان نعمل انترودكشن للموضوع هنتكلم عن ان الكروناري اثيروسكلروزيس، والكروناري اثيروسكلروزيس ده عبارة عن تصلب شرايين القلب، هي اهم سبب في الاسكيميك هارت ديزيز. يعني الاسكيميك هارت ديزيز قد يكون له اسباب اخرى، لكن تصلب الشرايين هو الفيرست وورلد وايد كوز اوف مورتاليتي، وهو اهم سبب لامراض الشرايين التاجية. والتصلب ده هيؤدي الى اثنين سيندرومز، النمبر 1 اللي هو او ايه اللي هو كرونيك كورونري سيندروم، يعني انه التصلب ده ماشي بالتدريج على صوره كرونيك. والنمبر 2 اللي هو اكيوت كورونري سيندروم، وده ينقسم الى جزئيتين، الاس تي اليفيشن ام اي والنون اس تي اليفيشن ام اي ان ستيبل انجينا، وهنشرح كل ده بالتفصيل على طول في السلايدز القادمه. عشان نشوف ايه يعني مين هو العيان المعرض لتصلب الشرايين، هنقول ان دول ريسك فاكتورز او عوامل الخطوره، وتنقسم برضو الى جزئيتين، نمبر A موديفايبل يعني نقدر نتحكم فيها، وهم يشملوا نمبر 1 الهايبرتنشن، نمبر 2 الديسليبيديميا يعني ارتفاع نسبة الدهون في الدم، نمبر 3 دايابيتس ميليتس هو فاكتور مهم جدا لحدوث تصلب الشرايين، نمبر 4 السموكينج سيجارت سموكينج، نمبر 5 الاوبيسيتي، نمبر 6 سيدنتري لايف، ونمبر 7 الميكس ديما من ضمن الاسباب التي اللي هي الموديفايبل ريسك فاكتور لتصلب الشرايين. النون موديفايبل اللي احنا ما نقدرش نتحكم فيهم، يعني في ريسك فاكتور مش بايدنا نعمل فيهم حاجه، زي الايج محدش يقدر يغير عمره طبعا. نمبر 2 السكس الفيميلز ار بروتكتد تيل ذا مينابوز، يعني تعرض الستات للتصلب الشرايين اقل بكثير لغايه ما يجي المينابوز. نمبر 3 الفاميلي هيستوري، واحد عنده اخ او اب او عم او جد جاله كورونري هارت ديزيز في سن مبكر خصوصا، ده لوحده ريسك فاكتور، وده برضو ما نقدرش نغيره. الرسمه دي هي بتاعه الاناتومي اوف كورونري ارتريز، وانتوا زي ما انتوا شايفين اللي بالاحمر ده هما التو كورونري ارتريز الاساسيين اللي هما بيعملوا سبلاي للبلد للهارت، منهم الليفت كورونري ارتري، وفي ايش مؤشر الليفت كورونري ارتري زي ما انتوا شايفين اهو، وبينقسم الى ال اي جي اللي هو ده اللي هو الليفت ال اي جي او الليفت ديسندنج ارتري، والسيركمفليكس او الدائري، والشريان الثاني اللي هو الرايت كورونري ارتري زي ما انتم شايفين هم اللي بيدوا سبلاي للهارت. اللي بعده دي رسمه بتبين تكون التصلب الشرايين او بدايته، لو انتم بصيتوا فيها الحته دي هي اليومن بتاعه الارتري، والحته دي الادفانتيشيا، وهنا دي الانتيما، زي ما احنا عارفين ان اي ارتري في الدنيا ليه انتيما وليه ميديا وليه ادفانتيشيا. البلاك بتاعتنا او الدهون بتتجمع تحت الانتما في الصب انتما الاريا زي ما انتوا شايفين. دي رسمه بتبين ازاي البلاك اللي هي تجمع الدهون في الصب انتما الريجون ازاي هو بيتعامل مع شريان القلب. فلما احنا نبص على الاولانيه، الصوره الاولانيه ادي اليومن بتاعه الفيزل، وادي الانتما اللي هي حدودها اهي، وتحتيها في فات متجمع اهو، وده بيعمل ضيق في الشريان التاجي، ولما يعمل ضيق على مدى الوقت الطويل بيخلي العيان ده يعاني من الكرونيك كورونري سيندروم او الستيبل
هارت يعني كرونيك كوروناري سيندروم، يعني العيان يمشي شويه يجيله ازمه قلب يقف يخاف وهكذا. اما عن الاكيوت كوروناري سيندروم اللي احنا ده موضوعنا النهارده، فهو ينقسم الى جزئيتين زي ما انتم شايفين. ادي البلاك اهي هياها، هنا البلاك سليمه ما فيش فيها حاصل حاجه في الكرونيك، انما في الاكيوت بيحصل لها رابشر، ولما بيحصل الرابشر بتطلع من الكونتنت دي يعني تشتبك مع البلد فتعمل كلوت. هنا الكلوت دي هي اللي بتقفل الشريان، وعندنا نوعين من الكلوجر للفيزل ده، لاما انكمبليت زي ما انتم شايفين كده ان لسه اليومن فيها حته فاضيه اهي ماشيه، ودي بنسميها نون ستي اليفيشن ام اي، او الكلوت عملت كومبليت اوكلوجن للشريان وده اللي يعمل ستي اليفيشن ام اي. فدول اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده، الواحده الاولى اللي هي النون ستي اليفيشن الكلوجر بتاع الفيزل مش كومبليت، وبعدين النوع الثاني اللي هو كومبليت اوكلوجن للفيزل وده يعمل ستي اليفيشن سيندروم. الباسوس فيسيولوجي اوف ذا كروناري اثيروسكلروزس هنتكلم عنه، هو اولا يبدا بالهايبر كوليستروليميا، والهايبر كوليستروليميا دي بيحصل لها ديبوزيشن ان ذا سب انتيمال لير زي ما احنا شرحنا اوف ذا ارتس فورمينج البلاك. يبقى البلاك دي عباره عن تجمع للكوليسترول في السب انتيمال اريا. ليتر The intima overlying the fatty disposition may be fibrosed resulting in a fibrous cap. يعني الحتة الانتما اللي فوق البلاك دي بتبقى فيبروز وتعمل ما يسمى الكاب، الكاب الغطا يعني. The lumen of the vessel may become progressively narrowed زي ما اتفقنا انه هو يقعد يضيق بالتدريج and finally may be completely obstructed. And this is the pathophysiology of the chronic coronary syndrome. يبقى ده اللي احنا مش هنشرحه، ده يشرحه لكم حد تاني الأستاذ الدكتور حاتم عبد الرحمن، إنما أنا هشرح لكم النوع اللي هو الأكيوت. في الأكيوت بقى there is unstable or vulnerable black، يعني البلاك اللي احنا شفناها دي اللي هي تجمع الكوليسترول هي غير مستقرة. فبيحصل إيه بقى؟ إن تبتدي تكبر تكبر وتعمل ليبة كور كبير، والفايبرس كاب تبقى very thin، وبعدين البلاك دي لأسباب معينة يحصل لها رابشر، ولما تبقى يحصل لها رابشر هتؤدي الى نمره واحد بليتليت اجريجيشن وده يعمل بليتليت ثرومبس او وايت ثرومبس، نمره اتنين ثرومبين جينيريشن يعني يبتدي كواجليشن فيعمل ثرومبوز وده ريد ثرومبس. يعني عندنا نوعين من الثرومباي، واحده من البليتليت ونسميها وايت ثرومبس، واحده من الكرات الدم الحمراء مع الكواجليشن فاكتور وتعمل ريد ثرومبس. النتيجه بقى ايه؟ لو كان في كومبليت كورونري اوكلوجن ده هيؤدي الى ST elevation MI، يعني ده اللي هو الجلطه او احتشاء القلب الحاد اللي هنتكلم عنه بالتفصيل على طول. لاما انكومبليت كورونري اوكلوجن وفي الحاله دي ينتج ما يسمى نون ST elevation MI او مع او انستيبل انجينا. ده الرسم اللي هيورينا ازاي الانفاركشن زي ما انتم شايفين اول صوره، الحته الغامقه دي هي الانفاركشن اللي حصل انسداد للشريان كامل فيها. ودي مثال تاني وده مثال تالت، وده الباثولوجي لما بنشوفه كسبيسمن في المعمل الباثولوجي بنشوف حته غامقه اللي هي البلاد سبلاي بتاعها بقى اوكلودد فعملت الانفاركشن اللي انتم شايفينه. طيب هنقول الكلاسيفيكيشن والديفينيشنز اوف ذا اكيوت كورونري سيندروم، ده الجزء اللي بعده. عشان بس تبقوا فاهمين ان احنا بنقسم الاكيوت كورونري سيندروم على ايه، هنقول الكلاسيفيكيشن احنا بنعتمد على رسم القلب على الالكتروكارديوجرام. الالكتروكارديوجرام هو اللي بيقسم الاكيوت كورونري سيندروم، فاحنا مضطرين نتتبعه عشان تبقوا ماشيين فاهمين ايه اللي احنا بنقوله. فعندنا نوعين من التشينجز في الاي سي جي في حالات الاكيوت كورونري سيندروم، يا اما الاس تي اللي هي المنطقه دي هنشرح بعد شويه على طول ايه هي فين الاس تي. الاس تي زي ما انا مشاوره عليها كده اللي هي الجزء اللي بعد الار بتاعت الاي سي جي، لو هي اليفيتد عن البيز لاين اللي هو ده بنسميها اس تي اليفيشن، لو انها مش اليفيتد بنسميها نون اس تي اليفيشن. الاثنين طبعا مختلفين تماما في البروجنوزس والدياجنوزس والعلاج وكل حاجه، فاحنا عايزين نفهمها عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه.
فدي نوع من الكلاسيفيكيشن اللي احنا بنعتمد عليه واللي هنشرح عليه كل حاجه. بالاضافه هناك الكاردياك ماركرز، الكاردياك ماركرز اللي هي عباره عن ماركرز موجوده داخل خليه القلب، لما بيحصل ربشه لخليه القلب بتطلع، فهي لاما تبقى بوزيتيف وده في اغلب الاحيان، لاما تبقى نيجاتيف، والنيجاتيف يعني هو ستيل اكيوت كورونري سيندروم لكن الماركرز ما بتعلاش، بنسمي الحاله دي انستابل انجينا. اما عن اللي هي اللي بتعلى فيها فدي اللي هنرجع نقسمها تاني زي ما اتفقنا، الاي سي جي بتاعها لو كان هو في اليفيشن نسميه اس تي اليفيشن او كيو ويف مايوكارديال انفاركشن، او لو الاس تي سيجمنت مش عاليه بالعكس ديبريست هنسميه نون كيو ويف انكمبليت اوكلوجن. نعود تاني نقول برضو ان الديفينيشن اوف اكوت كورونري سيندروم از ا جروب of symptom and signs compatible with acute myocardial ischemia، يعني ان البلاك اللي اتفقنا عليها بتاعت الكوليسترول دي في وقت من الاوقات حصل لها ربشر، وهذا الربشر ادى الى اوكلوجن للفيزل يا اما كومبليت يا اما انكومبليت، وعشان ده ادى الى ان البلاد سبلاي طبعا قليل، وعلى اعتماد على شكل الاي سي جي اللي بنعمله للعيان هنقسمه للتو جروبز اللي احنا لسه قايلين عليهم، لا اما اس تي اليفيشن وده اللي هو بيرزيستنت، والكلينيكال بيكتشر بتاعته بيبقى فيه بيرزيستنت تشست بين اكتر من 30 دقيقه مع اس تي سيجمنت اليفيشن في الاي سي جي وتوتال اوكلوجن، ما تنسوش كلمه توتال اوكلوجن. المين تريتمنت هنا ايميديت ريبرفيوجن، يعني ايميديت نفتح الشريان تاني ونرجعه لاصله، لان احنا يعني هو اتقفل حد دلوقتي وعايزين نفتحه بالسرعه عشان يعمل ريبرفيوجن للهارت، وده بيتم عن طريق حاجتين، يا اما ما يسمى البرايمري بي سي اي يا اما عن طريق الفايبرينوليتك ثيرابي، هنشرحهم بالتفصيل بعد قليل. النوع الثاني بقى اللي هو برضو اكيوت كورونري سيندروم واحنا لسه متكلمين عنه، اللي هو النون اس تي اليفيشن اكيوت كورونري سيندروم، برضو العيان بيشكي من تشيست بين لكن الاي سي جي بتاعه هيوري الاس تي سيجمنت ديبريسد مش اليفيتد، وده ليه سبيكترم واسع، فهو بيبقى يعني ممكن يبقى ما فيهوش سيمتوم غير قليل جدا جاست تشيست بين وبس، او يبقى لا ده على طول عنده ألم وبيروح ويجي ويقعد شوية كويس شوية لا، وعنده electrical or hemodynamic instability معناها انه بيجيله أريزميا، electrical يعني أريزميا، او ضغطه بيهبط قوي، او يعني بيبقى عنده مشاكل بتخليه انه هو in unstable stage، يعني يا اما يحصل له cardiac arrest ويضايع على طول. فالنون اس تي اليفيشن ده له سبيكترم، يا اما خفيف قوي لا اما شديد قوي لا اما كارديك ارست. احنا دلوقتي هنبتدي نشرح الاس تي اليفيشن ام اي اللي هو اول جزء عندنا وهنتكلم عنه. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ انه العيان ده يجيله الم شديد في صدره ويستمر اكتر من 30 دقيقه وهو قاعد من غير ايفورت، يا اما مينيمال اكزرشن، والبين ده بيروح يعمل راديشن للليفت ارم للنك للجو او نوت ريفيرد، يعني لغايه الابر ابيجاستريم ممكن يبقى البين موجود. الاي سي جي اللي احنا لسه بنتكلم عنه هيورينا اس تي اليفيشن ان ذا ليز، في الليز كورسبوندينج تو ذا سايت اوف انفاركشن، يعني اساس التشخيص اس تي اليفيشن، حته الاس تي سيجمنت دي بتبقى عاليه في الاي سي جي. ونمرة ثلاثة في الكريتيريا بتاعته انه البايو ماركر اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي اهمهم التروبونين، بيبين انه الاول يعلى وبعدين ينزل، يعني في تغير في البايو ماركر يطلع الاول لما يحصل اس تي اليفيشن وبعد كذا يوم ينقص ويرجع تاني للطبيعي. نمرة اربعة لما نيجي نعمل له فيزيكال اكزامينيشن ممكن ما نلاقيش غير unremarkable يعني ممكن ما نلاقيش حاجة، يعني بس هو عنده ألم شديد بصفر عرقان بيتقايا، أو قد يكون عنده أعراض الهارت فير يعني عمال ينهت، أو عنده هيمودايناميك أو ميكانيكال إنستابيليتي، يعني معناه الضغط بتاعه ينزل خالص لإما كان عالي يبقى عالي، وكله ده يستلزم سرعة التشخيص والعلاج. أدي شكل العيان بتاعنا بتاع الانجينا او بتاع الكروناري هارت ديزيز، زي ما انتم شايفين حاطط ايده على صدره من الالم الشديد اللي موجود في منطقه التشيست،
ودي اكزامبل تانية لعيانين عندهم ST elevation MI زي ما انتم شايفين كلهم متأزمين، والرسمة دي بتبين توزيعة الألم في الإنسان. ممكن تبقى ماشية في الأبر بيكتورال ريجون زي ما انتم شايفين، ممكن تبقى ريفيرد على الأرنر سايد بتاعت الأرم، كل دي فاريشن، لكن في كل الأحوال هو عبارة عن سيفير تشيست بين بيستمر لمدة أكتر من 30 دقيقة مع يا إما هيموديناميك أو ستيبل بيشن. الديفرنشال دياجنوز بتاع التشيست بين زي ما انتم عارفين انه يعني له ديفرنشال دياجنوز كتير. اول حاجه اللي هو طبعا الكارديك اللي احنا فيه، فالكرونيك ستيبل انجينا اللي هتاخدوها دي نفس الالم، بس نمره واحد ان المده بتاعته اقل، ها، في الانجينا في الانستيبل بيبقى اقل من 20 دقيقه، لكن في الاكوت ام اي اللي احنا بنتكلم عنه بيبقى اكتر من 30 دقيقه. تاني حاجة البريكاردايتس برضو بتعمل تشيست بين، وتبقى معاها مانيفستيشن تانية من أهمهم البريكاردال راب. طبعا احنا مش هنغوص في التفاصيل لانه مفيش وقت يسمح بكده. ده اول ديفرنشال دياجنوز للتشيست بين اللي احنا بنتكلم عنه. تاني ديفرنشال دياجنوز ناتج من الفاسكورال ديزيز زي مثلا اورتيك ديسكشن، وده بيحصل يعني هتاخدوه في معاده، انه في عيانين الاولد ايج الهايبرتنسيف او المارفان سيندروم وبيعمل سيمتوم من ضمنها التشيست بين. نمره اللي بعدها البالمونري امبوليزم، وده برضو العيان يجيله صدن ديسنيا مع بين مع كولابس، فكل دي يعني حاجات مشابهه بتدخل في الديفرنشال دياجنوز. ودي شكل الاورتيك ديسكشن زي ما انتم شايفين، ده الارش بتاع الاورطه، وادي فتحه اهي الديسكشن هنا من هنا، وادي الهيماتوما او البلاد اللي متجمع في الاورطه وعامل ديسكشن. ودي شكل البالمونري امبوليزم زي ما انتم شايفين، ده المين بالمونري ارتري، ده الليفت بالمونري ارتري، وده الرايت بالمونري ارتري. زي ما انتم شايفين الاسهم دي تشير للاوكلوجن التام، مفيش حاجه طالعه رايحه اللنج لا هنا ولا هنا. تالت تفريق ديفرنشال دياجنوزس اسباب في اللنج اللي هي البليوراسي، يعني عيان عنده اي حاجه وعامله بيروت تعمل تشيست بين، نيمونيا او سبونتينيوس نيموثوركس، جاستروانتستينال كوزس زي الاستوفاجيال ريفلكس، البيبتيك ألسر، الجول بلادر ديزيز اند البنكرياتايتس. زي ما قلت انا مش هخوض في التفاصيل لان الوقت لا يسمح. نمره خمسة الماسكولوسكليتال كوزس للتشيست بين، وده يبقى يعني التهاب في الكوستوكوندرايتس، يعني الكونكشن بين الريب والكارتلج فيها التهاب، او سيرفايكال ديسك كوزينج سادن فليتنج بين اجرافيتد باي موفينج ذا نيك. يعني دي اسباب مختلفه تبقى ديفرنشال دياجنوزس للاس تي اليفيشن ام اي او الاكوت تشيست بين، كل واحد بمواصفاته. احنا طبعا بنعتمد على المواصفات اللي تخصنا وعلى رسم القلب وعلى البايو ماركر عشان نوصل للتشخيص الصح. نمره 6 في الاسباب او الديفرنشال دياجنوز انفكشن، في الهربس زوستر فيروس انه بيبقى يعمل كتير برلونجد بين ان في الدرماتومز بتاعت البوستيرور جانجليا، وده بيخلي فيه بين شديد وما بيبقى يبقى الدكتور محتار يعني البين ده سببه ايه. وبعد كده بعد كذا يوم بيظهر الفيزيكولار راش اللي موجوده، وهوريكم ليها صوره، وده واحد من الديفرنشال بتاع الاكوت تشيست بين. سايكولوجيكال، وده مهم جدا جدا عشان كتير ناس قوي عندها انكزايتي بتيجي تشكي من chest tightness unrelated to exertion من غير يقولك بقى. أنا إحنا طبعا بنربط ألام القلب بالمجهود، ده يقولك وأنا قاعد على حيلي ألم جالي شديد خالص وقعد ساعتين تلاتة، فيبقى الديوريشن بتاعه غلط، ويبقى إن هو ملوش علاقة بالإكزيرشن، ويشكي معاه multiple complaints، وكمان نفسي متضايق، وكمان ركبتي وجعاني، وكمان ظهري وجعني، وكل دي بيساعدنا على انه نعرف ان ده سايكولوجيكال ومش حقيقي. ومن الحاجات المهمة الساينج هي التنهيدة، وهو قاعد معاك يتنهد كده وياخد نفس عميق، يبقى ده بيورينا ان ده مش حقيقي كورونري هارت ديزيز، ده لا ده حاجة سايكولوجيكال.
ادي الفيزيكلز بتاعه الهربس زوستر زي ما انتم شايفين، ده الصدر بتاع العيان، وده واخد الدرماتوم بتاع واحد من الانتركوستال نيرفز وجاي من البوستيرور جانجليا. بس المشكله بتاعته انه بيظهر متاخر بعد ما يكون عيان ليه 3 4 ايام عنده الالم، والدكتور يبقى محتار ده جاي منين. ودي ست زي ما انتم شايفين علامات الانكزايتي واضحه على وشها، وده سبب من الاسباب الكبيره او تشكل نسبه كبيره من عيانين الشست بين. هندخل بقى في التشخيص الاي سي جي ان اس تي اليفيشن ام اي، ولازم رسم القلب يتعمل as soon as possible في اقل من 10 دقائق بعد ما العيان يقابل الدكتور ويقول له انا صدري وجعني. لا يعني محدش يتوانى عن عمل رسم القلب باسرع ما يمكن عشان تدوكيومنت ان في اس تي سيجمنت اليفيشن، وده على طول العيان بيوجه عشان يعمل الريبرفيوجن اللي احنا قلناه وهنشرحه بالتفصيل دلوقتي. وهو الاس تي اليفيشن ممكن تبقى في الانتيرور بريكورديال ليدز لو كان الانفاركشن انتيرور، او في الانفيرور لو انفاركشن انفيرور. يعني احنا عندنا نوعين من الانفاركشن، في انتيرور وفي انفيرور. حسب الجلطه او الحاجه القفله اللي حصلت في الشريان بتدينا اس تي اليفيشن في الاي سي جي حسب مكان الشريان. ولو انه العيان عنده تشيست بين وعملنا رسم قلب مطلعش فيه حاجة، لازم العيان ده يقعد تحت الملاحظة ويتعمل له كل 15 ل 30 دقيقة رسم قلب عشان يعني نلقط التغير في رسم القلب اللي هو الاس تي اليفيشن اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو اساس العلاج واساس كل شيء. فحتى لو ما لقيناش ما نمشيش العيان ونقول له روح انت ما فاكش حاجة، لا احنا نقعده ونقعد نعمل له رسومات قلب كل من 15 ل 30 دقيقة عشان لو حصل ان احنا لقينا الاس تي اليفيشن ده حصل يبقى نبدا العلاج immediately بتاع النون موديفايبل اللي احنا ما نقدرش نتحكم فيهم، يعني في ريسك فاكتور مش بايدنا نعمل فيهم حاجه زي الايج، محدش يقدر يغير عمره طبعا. نمبر 2 السكس، السكس الفيميلز ار بروتكتد تيل ذا مينابوز، يعني تعرض الستات للتصلب الشرايين اقل بكثير لغايه ما يجي المينابوز. نمبر 3 الفاميلي هيستوري، واحد عنده اخ او اب او عم او جد جاله كورونري هارت ديزيز في سن مبكر خصوصا، ده لوحده ريسك فاكتور وده برضو ما نقدرش نغيره. ده رسم تاني توضيحي، وده ادي الكيو ار اس اللي احنا قلنا عليها، وادي الاس تي سيجمنت اهي، وهي ادي العلو بتاعها عن التي بي لاين ده، وبالتالي احنا كده بنشخص اس تي ليفيشن ام اي. البايو ماركر اللي هي بتتلخص في الكاردياك تروبونين ده اهمهم، والكاردياك تروبونين ده انواع، في واحد اسمه تي وفي واحد اسمه اي، وايا منهم ينفع. وفي بايو ماركر تاني اسمه سي كي ام بي، ودلوقتي احسن حاجه الهاي سنسيتيفيتي تروبونين، يعني التروبونين ده طلع منه نوع مور ادفانسد اسمه هاي سنسيتيفيتي،
وده the most and fast and specific in establishing the diagnosis. لكن مع هذا احنا لا نعتمد عليه. ليه؟ لانه بياخد وقت طويل، واحنا بنقول الدقيقة تساوي القلب بتاع العيان، فاحنا ما بنعتمدش عليه، احنا بنعتمد على الاي سي جي بس. However the treatment زي ما انا هقول اهو، the treatment of ST elevation MI started before results of lab for cardiac troponin. احنا ما نستناش المعمل لما يقول اه ده بوزيتيف او نيجاتيف، احنا يدوب الاي سي جي نعمله ونلاقي ST elevation على طول نبعته على المراكز اللي هي بتعمل علاج للجلطة. الإيكو برضو من الحاجات اللي بتساعدنا، وبنشوف الحتة اللي فيها الانفاركشن، بتلاقي الهول بتاع الهارت في الحتة دي مش بيشتغل هايبوكاينيتك أو إيكاينيتك. دي شكل الكيرفز بتاعت البايو ماركر اللي احنا بنقول عليها، وفي بعض الحاجات بتنزل بسرعة قوي، في بعض الحاجات بتنزل بشويش، وطبعا دي بتخدمنا في العيانين اللي احنا عشان التشخيص، بس احنا زي ما قلت ما بنعتمدش عليها حاليا، احنا بنعتمد على الاي سي جي. طيب الانفاركت سايز ده قد هل يا ترى كل الانفاركشن عند بعض؟ لا، احنا بنقدر حجم الانفاركشن على اساس عدد the number of precordial leads showing the ST segment elevation. كل ما تكتر عدد الليدز اللي فيها ST segment elevation كل ما يبقى الانفاركشن ده كبير. نمرة اتنين البايو ماركر، لو كانت عالية قوي يبقى الانفاركشن كبير. نمرة تلاتة الكارديك ماجنتيك ريزونانس اللي هو CMR برضو بيحدد حجم الانفاركشن. دي يعني تيمي سكور اسسمنت فور ST، يعني انا لما يجي لي العيان انا عايزه اقول ده خطير قوي ولا مش خطير قوي، فعندي بوينتس معينه بقول منها مدى خطوره الانفاركشن ده، منها الايج، طبعا لو كان الايج ده 65 ل 74 بديله نقطتين، اكتر من 75 بديله 3، وبعدين البلد بريشر لو واطي، طبعا الاخطر الواطي، فلو كان اقل من 100 بديله 3 نقط، اكتر من 100 بديله 2، وبعدين لو عنده هارت فيلر بديله 2، لو عنده ويت قليل بديله 1 and so on. وبجمع النقط دي وبقول العيان ده في حالة خطرة او في حالة متوسطة. لو كل ما البوينت دي تبقى قليلة كل ما الريسك يبقى اقل، وكل ما البوينت دي تكتر 8 تبقى الريسك خطير والعيان ده البروجنوز بتاعه. تالت تفريق ديفريشال دياجنوزيس اسباب في اللنج. النوع الثاني بقى اللي هو برضو acute coronary syndrome واحنا لسه متكلمين عنه، اللي هو non ST elevation acute coronary syndrome، برضو العيان بيشكي من chest pain لكن ال ECG بتاعه هيوري ال ST segment depressed مش elevated، وده ليه spectrum واسع، فهو بيبقى يعني ممكن يبقى مفهوش symptom غير قليل جدا just chest pain وبس، او يبقى لا ده على طول عنده ألم وبيروح ويجي ويقعد شوية كويس شوية لا، وعنده electrical or hemodynamic instability معناها انه بيجيله أريزميا، electrical يعني أريزميا، او ضغطه بيهبط قوي، او يعني بيبقى عنده مشاكل بتخليه انه هو in unstable stage، يعني يا اما يحصل له cardiac arrest ويضايع على طول. فالنان ستي إليفيشن ده له سبيكترم، يا إما خفيف قوي لإما شديد قوي لإما كارديك أرست. ودي شكل وسائل نقل العيان الى المكان اللي هيتعالج فيه. احنا هنا مصر عندنا طبعا الامبولانس بس، بره في الطيارات. بقولنا ان التيم بتاع الامبولانس لازم يبقى عنده المعرفه انه يعمل ريسستيشن عن طريق الكاردياك مساج وكده، او عن طريق الكارديوفيرشن للفنتريكولار فايبريليشن. الخريطه دي مهمه جدا 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 عشان دي بتوضح كل شيء احنا بنتعامل فيه مع عيان الجلطة الحادة او الـ ST elevation MI. وزي ما انتوا شايفين انا منمراهم كلهم وحشرحهم لكم. نمرة واحد ادي العيان اهو وجاله الالم، العيان ده ممكن بسرعة جدا يتصرف ويكلم التليفون ويقول الامبولانس تعاليلي، وممكن في نفس الوقت ما يسألش يقول لك ده المعدة ده ما عرف ايه، ويقعد متلكع ومش عايز يطلب التليفون، يبقى ده ذنبه على جنبه، اللي بيتلكع وما يعملش صح
يبقى ده غلطته هو. لكن احنا بنقول للميديا كلها ووسائل الاعلام انها تزود معلومات الناس انه اي تشيست بين او ايبيجاستريك بين لازم العيان يعمل يعني يتصرف ولازم يروح لمكان يقول او لا. طب فيبقى ده اسمه البيشنت ديلي، يعني حسب ما العيان يتصرف ده اسمه مسؤول عنه العيان. طب هو اتصل بالتليفون وطلب الامرجنسي ميديكال سيستم او الامبولانس، يبقى برضو حسب تفوق البلد ان الامرجنسي ميديكال سيستم ده يجي بسرعه ولا يتاخر، لا ده المواصلات مش موجوده، لا ده الاشارات طولت، لا ده كذا، ده بيبقى اسمه الامرجنسي ميديكال سيستم ديلي. فكل بلد متقدم بيعمل وسيله انه يخلي ده يبقى اقل ما يمكن في الوقت. طيب جاء الامرجنسي ميديكال سيستم ده وده على طول هياخد المريض الى مكان يشوف فيه الدكتور، فاول ما الدكتور يشوفه يبقى ده اسمه الفيرست ميديكال كونتاكت. انا دلوقتي العيان جالي، ولما يجي لي العيان يبقى انا مسؤوله عنه ولابد اني اعمل له رسم قلب زي ما اتفقنا في اقل من 10 دقائق عشان اعرف هل هو عنده ST elevation MI او هو ما عندهوش، او ان هو احطه تحت الابزرفيشن واتابعه زي ما قلنا كل 15 ل 30 دقيقه واشوف لقلت على ادي العيان. احنا دلوقتي في العيان اللي عنده ST elevation اهي، وهي اعلى بكتير من البيز لاين اللي هو ده. اعمل فيه ايه بقى؟ اعمل فيه الاتش، افكر على طول. ودلوقتي في نتورك شانلز في كل حتة، احنا مستشفى الصوت الجامعي بتاعنا يتميز ان احنا عندنا وحدة لعلاج الST elevation MI اسمها البرايمري بي سي اي، ودي ملتصقة بكل مستشفيات المركزية والمستشفيات اللي هي في اسيوط بالنتورك وبالتليفونات، بحيث ان الدكتور في اي مكان من دول على طول بيتصل بالنايب بتاعنا والمدرس المساعد اللي موجود في العناية ويقول له انا عندي حالة فيها ST elevation MI يا ابعتها لك، يقول له ابعتها، يبعتها فورا. فالوقتي الدكتور اللي موجود في الشاملة مثلا او في الايمان بيفكر هو في أسيوط بالذات هو هيلحق يبعتها للجامعة في وقت قصير جدا، فهو بيفكر هل يا ترى هيلحق يبعتها للجامعة في وقت أقل من 120 دقيقة؟ هيلحق طبعا، فيبقى في الحالة دي يبعتها فورا إلى الجامعة ويدخل على طول على القسطرة، لا بيروح على استقبال وبيروح على أي حتة، على طول على القسطرة ونعمل له البي سي آي أو نفتح الشريان في وقت أقل من 90 دقيقة، وده يبقى أفضل الحلول. لا ده هو جاي من ديروت ولا جاي من القصية ولا جاي من حتة بعيدة والحتة دي هتاخد أكتر من 120 دقيقة، في الحالة دي لازم يديله الأول فايبروليتك سيرابي وحنتكلم عنه، وفي أقل من 10 دقايق يكون مديله الفايبروليتك سيرابي، وبعدين بعد الفايبروليتك سيرابي من 2 ل 24 ساعة يبعته لبرضو القلب أو القسطرة القلب في مستشفى أسيوط الجامعي عشان يشوفوا الشريان اتفتح على الآخر ولا لا. ده ملخص الكلام، انه لو هو قريب من مركز بيعمل بي سي اي زي جامعة أسيوط يبقى هيتم كل ده بأسرع ما يمكن. لو هو جاي من مركز بس على مسافة أقل من 120 دقيقة يبقى هيجي على طول من غير أي حاجة، لا ده المسافة أكتر من 120 دقيقة يبقى يبتدي بالفايبرينوليتك وبعدين يجي لنا عشان نقرر هل اتفتح الشريان على الآخر أو لا. طيب دلوقتي البرايمري بيركوتينيوس كورونري انترفنشن اللي هو تختصره PPCI is a preferred option، احسن حاجة للعيان انه يروح على القسطرة ويتفتح له الشريان على طول. لازم السنتر ده يكون بيشتغل 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع وعنده تيم كبير متمرن من الدكاترة للحكيمات للمسعفين لكله عشان يعمل الكلام ده بسرعة. الخط الثاني اللي هو لو كان العيان في مركز او في حتة بعيدة والمدة انه عشان يوصل بالمواصلات هتاخد اكتر من 120 دقيقة، في الحالة دي بنستعمل الفايبرينولايسيس. ايه هو الفايبرينولايسيس؟ اللي هو
حاجة اللي اسمها الستريبتوكينيز بتدوب الجلطة. لكن الفايبريولايسيس ده في بعض الكونترا انديكيشن ليه، فلازم ناخد في الاعتبار ان العيان ده اللي هنبعته ما يكونش عنده واحدة من هذه الكونترا انديكيشن، وكمان هو لازم يبقى مفيد خلال ال 12 ساعة الأولى من بعد الأنس بتاع البين. وأعلى أكتر من كده لو العيان ده مثلا ليه 24 ساعة عنده الألم وبرضه مش قادر يروح للقسطرة، يبقى لو كان البين لازال مستمر أو الاستي إليفيشن مستمرة ممكن نحديله الفايبرينولايسيس برضه. وبعدين زي ما قلت لكم قبل كده إن الفايبرينولايسيس should be followed by coronary angiography to assess the patency of the occluded artery. يعني احنا ادينا له الفايبرينولايسيس مش متأكدين 100% انه الشريان اتفتح ولا لا، عشان نتأكد لازم يعمل انجيو كورونري انجيو بعد من 2 ل 24 ساعة بعد الاند بتاع الانفيوجن عشان نتأكد من فتح الشريان او لا. البرايمري بي سي اي يعني زي ما اتفقنا الاي سي جي يتعمل اقل من 10 دقايق وبعدين يروح للبرايمري سنتر اللي هو خلال 60 دقيقه لو قريب على طول هيفتحها، او اقل من 120 المواصلات برضو هنفتحه في 90 دقيقه، انما لو كان اكتر يبقى اي. ودي شكل وسائل نقل العيان الى المكان اللي هيتعالج فيه. احنا هنا في مصر عندنا طبعا الامبولانس بس، بره في الطيارات. بقولنا ان التيم بتاع الامبولانس لازم يبقى عنده المعرفة انه يعمل ريساستيشن عن طريق الكاردياك مساج وكده، او عن طريق الكارديو فيرشن للفنتريكولار فايبريليشن. طيب خلصت احنا كده البرايمري بي سي اي اللي هو الشريان اتفتح بالقسطرة، او الفايبرينوليتيك ثيرابي اللي احنا عملناها بالفايبرينولايسيس. بعد كده في علاج تاني بنكمل بيه، وهذا يشمل حاجتين، الانتي ثرومبوتيك وده انتي اللي هم بينقسموا الى انتي كواجولانت او انتي بليتلت، وطبعا في جنرال تريتمنت هنشرح دول ودول يعني باختصار. الانتي كواجولانت اللي هم الانفراكشنيتد هيبرين او اللو مولكيولار ويت هيبرين، وده في البي سي اي اللي هي العلاج الاحسن يستعملوا فقط اثناء البي سي اي، انما بعد ما العيان يطلع من القسطره ما ياخدش تاني انتي كواجولانت. انما بعد الفايبريليتيك ثيرابي الانتي كواجولانت بتتعطي لمده تتراوح من 3 ل 7 ايام حسب الهوسبيتال ستاي. يعني انا بعد الفايبروليتيك ما بروحش العيان، انا بقعده في العنايه المركزه او في العنايه المتوسطه لمده 3 4 ايام. في خلال هذه المده العيان بياخد الانتي كواجلانت ضروري، وهي يا اما الانفراكشنتيد هيبرين يا اما اللو مولكيولار ويت هيبرين، حاجه اسمها الانكسوبارين او الفوندابارينكس. دي الثلاث انواع اللي احنا بنستعملهم، وكل واحد له من الميزات وله من العيوب، واحنا بنحاول ان احنا اللي موجود او اللي احنا الاحسن نستعمله. الجدول ده هيوريكم الدوزس بتاعت كل حاجه. الهيبارين 60 انترناشونال يورنت بير كيلو جرام، ده بتتعطي للعيان وزي ما قلنا يا اما اثناء البي برايمري بي سي اي او في اثناء الهوسبيتال ستي بتاعت العيان. طبعا ده نقص خالص الايام دي، هو اللي مرجح دلوقتي الانكسوبارين، والانكسوبارين ده جرعته بندي بولس الاول وبعدين بندي 1 ملي جرام لكل كيلو جرام كل 12 ساعه، وده برضو لوقت الهوسبيتال ستي،
ولكن ما يتعطيش للعيان اللي عنده رينال فيلير او اللي هو الكرياتينين كليرانس اقل من 30. الفوندا بارينكس برضو من الحاجات المتميزة، والجرعة بتاعتها 2.5 ميلي جرام وبتتعطي، بس برضو العيان اللي عنده رينال امبيرمنت ما يتعطيش للأدوية دي كلها. فدول اللي احنا تقريبا بنستعملهم في العناية المركزة بعد الفايبرينولايسس. الانتي بليتليت بقى اللي هي بتتعطي للاثنين، للعيان اللي عمل برايمري بي سي اي او عمل فايبرينوليتك او خد فايبرينوليتك سيرابي، وتختصر في الاتش الاسبرين، وده بياخد 300 ميلي جرام يعني 4 أقراص من 75 ميلي جرام، ده لودنج يعني جالي في العناية وهياخد فايبرينوليتك ياخده، لا ده جالي في البرايمري بي سي اي بياخده قبل ما اشتغل في البرايمري بي سي اي. وبعدين بعد ال 300 اللودنج دي بياخد 75 ميلي جرام كل يوم. نمرة 2 الكلوبيدو جريل اللي هو معروف باسم البلافكس او مشتقاته، وده بياخد من 300 ل 600 ميلي جرام. لو كان هيعمل برايمري بي سي اي بياخد 600 ميلي جرام على طول، لو كان هيروح للفايبرينولايسس بياخد 300 بس، وبعدين بيستمر بعد كده 75 ميلي جرام كل يوم. في انواع حديثه من الانتي بليتليت قويه اقوى من البلافكس، واحد منهم اسمه البراسو جريل وده اعلى من الكلوبيدو جريل، لكن هو بيزود البليدنج، فعشان كده العيان اللي عنده انكريز بليدنج تندنسي احنا بنبعد عنه. والدوز بتاعته 60 ميلي جرام، وبعدين في اول ده لودنج دوز في الاول، وبعدين بياخد 10 ميلي جرام كل يوم. نمره 4 حاجه اسمها تيكا جريلور، وده برضو زيه زي البرازو جريل، احسن من الكلوبيدو جريل ولكن برضو بيزود البليدنج تندنسي، وهو جرعته 180 ميلي جرام لودنج دوز، وبعدين بياخد 90 ميلي جرام مرتين في اليوم. الجلايكوبروتين 2 بي 3 انهيبيتور دول بيستعملوا مش كتير، هما بيستعملوا يعني فقط في البي سي اي او في الحالات الشديده قوي اللي هي نوت ريسبوندنج، لما الاقي انا في البي سي برايمري بي سي اي ثرومبس كبيره قوي وانا عملت القسطره وعملت الدعامه لكن الفلو في الشريان مش كويس، بضطر ادي الجلايكوبروتين دي 2 بي 3 انهيبيتور لمده 18 ساعه عشان يدوب ما تبقى من الجلط. دي برضو الجدول ده بيبين الجرعات اللي احنا قلناها بالظبط، تقروها بالتفصيل. اخر حاجه بقى اللي هي يعني العيان احنا ادينا له دلوقتي عملنا له برايمري بي سي اي او عملنا له فايبرينوليتك ثيرابي وقلنا الانتي بليتليت والانتي ثرومبوتيك اتفقنا عليهم، لكن في انظر جنرال فارماكو ثيرابي بتتعطي للعيان. اول حاجه انه عيان عنده سيفير بين بنعمل له كنترول للبين عن طريق المورفيا، نديله سمول دوز من المورفيا عشان تبقى يعني يبقى مستريح. ونمرة اللي بعدها الأوكشن، وده لا يعطى إلا إذا كان الأوكشن ساتوريشن أقل من 90%. نمرة 3 النيتريت، ودي تتعطي سابلينجوال يعني تحت اللسان على شرط إن يكون السيستوليك بلاد بريشر أكتر من 90، عشان هي بتنزل الضغط وإحنا مش عايزين ننزل الضغط في العيان بتاعنا. البيتا بلوكر زي الميتوبرولول ده مرجح جدا في عيان الانفاركشن وليه مفوايد كتير بس احنا مش هناخد فيها. الرينين انجوتنسين الدوستيرول انهيبيتور دول كلهم مهمين قوي، وهم بينقصوا الدس بينقصوا الاسكيميك ايفنتس وبنديهم للعيان طالما في الامكان. المينرالو كورتيكويد ريسبتور انتاجونيست ده بيعطى لو كان الاجيكشن فراكشن اقل من 40%، لو الكرياتينين كليرانس اكتر من 30 يعني ما نقدرش نديه للعيان اللي عنده رينال فيلير، او البوتاسيوم اقل من 5 والهاي انتنسيتي ستاتين. الاكل طبعا لازم يبقى خفيف والزيوت مونو انساتوريتد، وبندي العيان حاجه تهديه اوكسي زيبام، ودايما ما نخلوش عنده امساك عشان ما يقعدش يحزق، وبنقول له انه في حالات المايوكارديال انفاركشن الانكومبليكيتد يدوبك بنخلي العيان ينام 12 ساعه وبعد كده يتحرك في الاوضه حواليه ويبقى يعني يساعد نفسه عشان ده صحي، الا لو كان في كومبليكيشن لا طبعا. وبيقعد في المستشفى 3 ايام بالكتير.
الكومبليكيشن اللي هي الميكانيكال اللي ممكن تحصل لعيان ممكن يحصل له يعني يجي له رابشر في الانترفنتريكال سيبتم, وده بنعرفه بميرمر بتاع الفي اس دي, وبيبقى طبعا عايز تدخل جراحي, او بابيلاري ماسل ساعات بيحصل لها رابشر وده عايز تدخل جراحي برضو, او بيحصل كارديك رابشر ويعمل تامبونيد وده بيحتاج بريكارد سنتيز. وكده الجزء الاولاني خلص, وهنعاود نكلمكم عن الجزء الثاني.